اوكي، مرحبا جميعا، يعطيكم الف عافيه. انا كثير مبسوط معكم اليوم بصراحه. كنت بطلع حسيت انه الوضع هون بيوتر شوي، خلينا نكون واضحين. فيعطيكم العافيه جميعا لكل حدا حكى. وبدي ابلش معكم، في حدا بيعرف اني انا كنت في المفرق؟ كنت عايش بالمفرق لمده 16 سنه. هاي المدينه اللي راح ابلش قصتي منها اللي هي بشمال الاردن. مدينة رايقة، حلوة، مسالمة، سهلة، وزي الواحد كان يدرس في المدرسة اكتشفت انه كل ما عم بدرس اشي كل ما عم بطلع صف عم بحب اني اشتغل. بما انه احنا العيلة عنا اغلبها تجار وبيشتغلوا عندهم محلات، فاللي انتبهته انه انا كل مرة عم بخلص من المدرسة صف خامس صف سادس عم بكتشف انه انا حابب انه اروح اشتغل عند عمي، اروح اشتغل عند عمي الثاني. حابب هذا الاشي، يعني حسيت مبسوط عندي هذا الاشي. بنفس الوقت كنت لما اخلص اذا في اشي هيك مجنون تلاقيه، مثلا بنروح نصيد ضفادع، يعني نروح نطلع سوار، اشياء غريبه اروح اعملها. نفس الوقت كنت كثير يعني شاطر في المدرسه عشان اكون معكم صريح، بس الاشي اللي كنت مبسوط فيه انه في عندي اشي من جوا عم بخليني حابب اتعلم. اشي عم بخليني بدي اعمل اشي جديد. يعني اوكي عم بدرس، بس نفس الوقت ليش ما اشتغل عند عمي اللي عنده قطع سيارات، شوف هذا العالم كيف، لاني انا حابب استكشف. بما انه اليوم موضوعنا عن استكشاف العالم واستكشاف ذاتنا. الفكره من الموضوع انه بلشت اشتغلت عند عمي الاول، شفت انه انا بس اخلص عم باخذ فلوس، هاي الفلوس عم بكون مبسوط فيها انه انا كل شهر عم بيجيني هذا الشعور اللي انا معي المصاري اقدر اشتري فيهم اي شيء بدي اياه. بلشت عند عمي الثاني، بلش اشتغل نفس الشيء، حسيت انه اوكي انا عم باخذ مصاري فعم بنبسط في هاي التجربه. صار صفي تاسع عاشر بلشت التوجيهي، وهون صارت الشيء اللي بالنسبه لي انا بعتبره الصعب شوي اللي هو التوجيهي. حسيت حالي مش كثير لحد اللي بده يدرس، فعزلت حالي. عزلت حالي تقريبا لمده سنتين، اهلي هون كانوا عم ينقلوا لعمان، وانا صار لازم اني ادرس عشان انجح. مني على العلم انه اهلي جدا مسلمين كانوا معي انه انت اعمل ايش بدك، بالاخر انت بتعرف. قعدت سنتين درست، انجحت، قلت خلص بدي اروح اطلع اكمل. وكنت بهذيك الفتره بشتغل عند ابوي كمان، كنت جرافيك ديزاينر، بس هذا الشيء تعلمته تعليم وصرت اعمل جرامات واعمل اشياء للناس. خلصت من التوجيهي طلعت على عمان. هون بالنسبه لي بلشت المشاكل تصير او المشاكل تبين لي. تعرف لما يكون واحد متحمس للتوجيهي بده يطلع على جامعه بده يدرس على تخصصه، بالاخر التخصص اللي فت فيه حسيته ما عجبني مش تمام. فيش اصحاب، انا كنت عايش بالمفرق، اصحابي كلهم بالمفرق، ما بعرف ولا حدا في عمان. اشتغلت اول شيء كان اخوي عم بيعمل شيء كفرز واشياء زي هيك بيطبع عليهم، اشتغلنا انا وياه كنا نوصل كفرات للناس 2016. بعدين ابوي بيشتغل بمجال الطبيعات وهي الاشياء، وكنت عم بدرس اللي انا بدي اياه، ولكن انا لسه بحاول استكشف انا ايش بحب. لان انا من الناس اللي كنت اتصور من 2016 وانزل صور على الانستغرام وانا حابب هذا المجال. ما راح اخفيكم، كنت اعمل اعلانات وكنت اسوي هي الاشياء، بحب الكاميرا، عندي حب للكاميرا، بس كل شيء عم بعمله عم بحاول استكشف ايش الاشياء اللي بتخليني مبسوط. التخصص كان جدا سيء بالنسبه لي، كان حتى راح يكئبني. ففي بنت اتذكر حكيت انا وياها، قالت لي صباغ ليش ما تدرس اعلام؟ الاشي كثير بيشغلك. فتت مجال الاعلام، من اول ما فتت مجال الاعلام حياتي كلها تغيرت. كنت في مكان صرت في مكان ثاني، تعرفت على ناس حسيتهم نفس المجال اللي انا بشتغل فيه، وبلشت رحلتي من هناك. بلشت اعلام وكنت بنفس الوقت بنزل على السوشيال ميديا اشياء وبعمل اشياء جديده. ف ديورينج هاي الفتره كان ابوي عم بيجيب طابعات وبيقول لي اسمع بدي اجيب لك ماكينه تشتغل عليها وهيك. اخذت قرار رحت لعنده، بتذكر هذا الشيء اليوم، قلت له انا بالنسبه لي انتم بتشتغلوا مع بعض، هو وخالد اخوي كثير بيشتغلوا مع بعض، قلت له انا حابب اشتغل لحالي وانا مبسوط في هذا الشيء وبدي اجرب مجال السوشيال ميديا. وللعلم مجال السوشيال ميديا 2017 2018 الناس لسه مش مآمنة فيه، شايفيته انه شيء عادي. بس قلت خليني استكشف، شو المشكله يعني؟ هي الفكره انك تستكشف. جربت اشتغلت في المحلات، انبسطت فيها كثير، حسيت انه انا اكتشفت خبره منيحه منها. بعد ما خلصت صرت ادرس اعلام وانزل اشياء على السوشيال ميديا، بعدين قلت اوكي انا بحب العب جيم، ممكن اضيف لحياتي شيء جديد. دخلت بطوله،
عام 2018 في زيد في المركز الرابع. قلت اوكي انا بالنسبه لي عادي يعني المركز الرابع حلو اذا هيك خلاص انا بدي اكمل هذا الشيء وانزل بطوله ثانيه واجيب المركز الاول. وبدي اذكركم بشيء انا اي شيء بعمله دائما بعمله للماكس. يعني اوكي بدي اصير جسمي حلو مثلا لا بنزل بطوله، بدي اتسلق جبل بروح للماكس، بدي اعمل شيء بروح للماكس. فنزلت بطولة جبت المركز الرابع، البطولة الثانية جبت المركز التاسع، اشتغلت في هذا المجال اكتشفت انه اوكي انا اكتشفت هذا المجال حبيته بس لسه حاس حالي بقدر اعمل اشياء ثانية، بقدر اسوي شيء ثاني. وبنفس الوقت كملت خلصت قعدت شوي قلت اوكي بقدر اعمل شيء ثاني. بالسوشيال ميديا لانه بما اني انا بعمل هذا الشيء فتت على مجال الاعلام وكان عندي برنامج على الراديو بيطلع من الثلاثة للأربعة أحد ثلاثة خميس بما أنه بتخصصي قلت خليني أجرب يمكن هذا الشيء أنا بحبه فبدي أستكشف هذا العالم وأشوف وين ممكن يوديني. كان عندي برنامج بلشت فيه وما بكذب عليكم إذا بحكي لكم عشان بحب أستكشف وبحب أخوف حالي. رايح على الراديو أول فتراتي بروح برجف يعني بطلع برجف وهي غلطة في الراديو هي لايف بتطلع. كنت أكتب البداية على ورقة مرحبا معكم محمد الصباغي راح أكون معكم على قناة 88.7 على كذا 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 من الساعة 3 إلى 4 على سكوير لمدة 3 أسابيع بس عشان أثبت لحالي إني بقدر أكون قدها. كملت هذا المجال وانبسطت فيه كثير قعدت فيه سنة ونص. قلت أوكي لسه بدي أروح للسوشيال ميديا حاسس إنه في إشي هناك بقدر أروحه وراح أكون مبسوط فيه. خلصت من الراديو قلت أوكي خليني أجرب مجال الفاشن بما إني أنا شخص يعني عندي فئة الشباب كثيرة وعلاقتي مع الناس مع السوشيال ميديا علاقة صحبة يعني حتى أي حدا بقابله بحس فيه صحبة فبحسهم بياخذوا مني وباخذ منهم which is إشي بنبسط فيه. بلشت فاشن بلشنا نعمل ريلز بلشنا نعمل أشياء حلوة صرت أبدأ بفيديوهات الريلز لأنه بتذكر 2019 كانت لسه ريلز البلجي جديد وما فيش كثير ناس في الأردن قاعدة تعمل أشياء أو محتوى للشباب شو شيء باللبس. فقلت يلا بلشت قعدت سنه كامله فيه صرت اعمل فيديوهات كرييتيف اشتغل عليها ساعات عشان انا حابب اروح في هذا المجال الاخر. قعدت سنه انبسطت فيه كثير وحسيت اوكي انا بدي اكمل في مجال السوشيال ميديا بس خليني استكشف اشياء جديده. خلصت مجال الفاشن بلشت مجال السفر بس فتت السفر من مكان ثاني المكان العادي اللي بروح بصور. وانا باي ذا واي في شغله بدي احكي لكم اياها جدا مهمه انا شخص دائما بحكي مع حالي بطريقه مقنعه ما بكذب على حالي بقعد بيني وبين حالي بحكي هذا الشيء اللي عم بعمله حلو ولا مش حلو مقنع ولا مش مقنع. بلش مجال السفر حسيت حالي عم بعمل اشياء عاديه شو الشيء الجديد كل حدا نزل عن هاي البلد 100 مره. رجعت على عمان رجعت كملت هون فتت في مجال اللي هو الادفنشرز. كان صاحبي منزل ستوري بده يطلع على جبل كليمنجارو بما انه زين صلتي كانت تحكي عن الموضوع قبل شوي وهو جبل يعتبر صعب بس انا عمري ما طلعت جبال فقلت له اطلع معك هنشوف شو ممكن يصير. لانه بتذكر بالباك جراوند عندي كنت اروح انا اصير طبابع بالمفرق واطلع صوار واسوي هاي الاشياء هاي الاشياء جد بحبها احب اتغلب فيها. فتت مجال الادفنشرز طلعنا في الجبل لمده تقريبا 7 ايام وكانت اصعب 7 ايام في حياتي. كنا نمشي كل يوم 11 ساعه وانا مش متسلق ولا حدا له داري بهي القصه. فشفت انا عمان اكتشفت انه بما اني انا بشير هاي الاكسبيرينس مع الناس الناس كثير كانت مبسوطه فيها فليش ما ازيد من هذا الاشي؟ رجعت لقيت انه انا قاعد في عمان يلا بدي اعمل اشي جديد طلعت اطول قطار بينقل فحم بالعالم من موريتانيا. نمت فوق الفحم انا وقاسم بن حضرته لمده 24 ساعه واتوقع في ناس بتعرف هي الرحله كثير وبتحبها وكانت اشي جديد علي. يومين سفرنا عشان نروح على هذا القطار بعدها رحت على بنجي جامب. البنجي جامب اللي هي بتوقف انت على سور وبيربطوك من رجليك وهي كانت ثالث اعلى بنجي جامب بالعالم بساوث افريكا. انا بخاف من المرتفعات للعلم نطيت كملت خفت بعدها ايش في اشياء يلا بروح سكاي دايفنج. انا سكاي دايفنج عشان اكون معكم صريح كنت شخص بحاول اتغلب على الفوبيا اللي موجوده عندي وهي المرتفعات. قلت لكم بحب اروح للماكس بس مرات بحب اروح للماكس وانا خايف يعني ليش هيك عم بعمل فاهمين. اول ما نطب الطياره سالت حالي 100 سؤال بيني وبين حالي هل انا بدي اعمل هذا الشيء؟ غلطه واحده انت بدل ما تعمل هيك تعمل هيك جد بتموت مع اني تدربت منيح عليها بس قلت يلا يا ولد استكشف بحب عن جد هذا الشيء اللي بيعطيني ادرينالين جوا جرب ما عجبتك خلص. بتذكر والله وانا في الطياره نطيت لحالي
بحكي في الجو وانا قاعد بعمل هيك بحكي اذا ليه بتعمل بحالك؟ ليه انصتوا؟ يعني في حدا بيعمل بحاله هيك ربط طياره يعني بيفتح المظليه حتى النقاش كان مش منطقي. فالمهم نطيت اول نطه بعد ما خلصت وصلت الارض ما بكذب عليكم عشان الشغله اللي موجوده عندي حلو صوت الطياره قلت لهم يلا متى نطه ثانيه؟ فطلع قلت اوكي لا حبيت نطه ثانيه ثالثه الرابعه الخامسه نطيت 13 مره بالطياره وانا متوقع انط نطه واروح. بس هذا الاشي اللي انا حابه، هذا الاشي اللي انا بدي اياه بدي استكشفه. كملت هاي التجربه واكتشفت انه بما اني انا بنشر هذا الاشي على السوشيال ميديا اكتشفت انه الناس كثير مستمتعه في الاشي معي وكثير مبسوطه. نفس الوقت انا من جوا عن جد مبسوط. رحت بعديها تسلقنا جبل، تسلق الجبل كان افقي مع ابو شكر صاحبنا، كانت كمان من اصعب الاشياء اللي بعملها. ورجعت احكي لحالي وانا على راس الجبل وبدي اطلع بحكي ليش هيك بتعمل بحالك، بس برجع بجاوب حالي بحكي لاني انا زلمه بدي اجرب، بدي اعرف شو الشيء اللي بحبه وشو الشيء اللي ما بحبه، بدي استكشف. هاي الاشياء اللي من جوا طالع، ما بعرف اكون على شيء واحد، بحب اضل اجرب اشياء جديده عشان اكتشف حالي. خلصت قلت دورت على شيء لمده شهر، انا من الناس اللي جد بدور بعمل ريسيرش ايش في اشياء جديده الواحد ممكن يعملها. رحت على مدرسة كونغ فو بالصين جنب كوريا الجنوبية، رحت لحالي، رحت على مكان زي كانوا أفلام الكرتون، قاعد بطلع إيش الإشي اللي ممكن أنا أسويه. لقيت في ماستر لازم أصحى 6 الصبح وأنام الساعة 9، شو بعمل بحالي مرة ثانية؟ ليه؟ بحكي بنفس الموضوع هناك. جماعة والله ما بكذب عليكم، الغرفة اللي كنا موجودين فيها والله أشبه بسجن، بس بدي أستكشف، بدي أروح أشوف هاي الأشياء، بدي أوصل هاي التجربة للناس. بقدر اني اعمل هذا الاشي في الاردن وما اعمل اشي وما اضيف اشياء جديده وخلص، بس مش قادر من جوا. بحب استثمر، بحب استثمر بهي الاشياء اللي بعملها، سبيشلي لانه كمان شغلي كسوشيال ميديا او كونتنت كريتر، ما بدي اكون حدا ما بيعمل اشي، ما بدي اكون حدا خلص بصور يومياته وما عنده مشكله، لا بحب انه الناس تشوفه تنبسط الاشي اللي انا قاعد بقدمه. خلصت الكونغ فو يعني ثبتها حالي عملتها عشان اكون معكم صريح، لانه في شيء تعلمته ما كنت عارف اني حتعلمه. انا ما عندي صبر، هناك تعلمت الصبر. فكل تجربه قاعد بضيف لحياتي شيء جديد انا مش عارف. طلعت وفي شغله مهمه كمان، كسرت الايجو هناك. فكل تجربه انا عم بشوفها عم تعمل لي شيء وانا اوكي بطلع حالي بس اخلص التجربه بحكي اوكي. انا حسيت انه انكسر الايجو تبعي في الكونغ فو، لانه الماستر لما كان يجي لعندي على الغرفه يدق الباب ويقول لي نام الساعه 9، انا ما حدا بيعملها معي، مش متعود. شو اللي نام وسكر الباب الساعه 9 وهي مدرسه جيش؟ فالفكره من الموضوع اللي بدي احكي لكم اياه انه انا لو ما بلشت استكشف انه انا كنت في المفرق وما بلشت اعمل صور واعمل اشياء زي هيك، كان ما عرفت انا شو بدي جد، كان ما عرفت ايش الاشياء اللي انا بحب اعملها. لو من اول جبل قال لي صاحبي اسمع انسى الموضوع الجبل جد صعب، كان قلت له خلص اوكي اسمع مش داعي اعملها خلص بكمل الكونتنت اللي انا فيه. بس الشيء اللي انا مبسوط فيه انه حلو انك تجرب، حلو انك تعرف انت ايش بتحب. طب انا دخلت الاعلام وحبيته، دخلت التصوير وحبيته، دخلت الفاشن وحبيته، بس ديب انسايد من جوا انا بعرف حالي اني انا بقدر اقدم اكثر، بعرف ليه ما اجرب، شو الشيء اللي بيمنعني اني اجرب. ونفس الوقت لاي حدا قاعد يعمل هذا الاشي تخصص معين شغل معين، شو اللي بيمنعك تعمل هاي الاشياء؟ انك جد تجرب عشان تعرف ايش الشغل اللي بتحبه. ليه بنخاف؟ في اشياء كثير جربتها، فتحت محل بال 2020 وفشل، بس كانت احسن تجربه بحياتي لانه علمتني كثير، صرت فاهم بالبزنس بطريقه كثير حلوه. فالموضوع كله بانك تستكشف حالك، تستكشف العالم، هذا بيجي منك. لازم تطلع من الكومفورت زون احيانا، زي انا اليوم وانا جاي بالطياره خايف اني اطلع هون، يعني عشان اكون معكم صديق خايف، وليتني اعيد وازيد اعيد وازيد اعيد وازيد. حلو حلو انك تستكشف شيء جديد، تعمل شيء جديد. فالفكره بالموضوع بس بدي احكي لكم اياها انه عن جد استثمر بانك تستكشف حالك، استثمر بانك تلاقي شيء تعمله اكثر من مره عشان تعرف انت ايش بتحب. ما تخاف، لانه الخوف مرات يخليك موقف، بس لو فشلت وانت عم تستكشف هاي تجربه جديده تسجلت لك، فانت عم بتزيد خبرات. فاللي بدي احكيه اخر شيء لانه قرب يخلص الوقت، انا نفسي احكي معكم كثير بس استرسل هسه كنت خايف اسكت تماما. فالشيء اللي بدي احكي لكم اياه اخر شيء
والشيء المهم اللي أنا عن جد بعتبره إشي كتير حلو وبآمن فيه من جوا، استكشف حالك وشوف أنت إيش بتحب وما تخاف. الحياة تجارب عن جد مش مزح. يعطيكم ألف عافية.